انت من اللعيبه اللي اتدربت تحت قياده الاسطوره مانويل جوزيه، وعايز اتكلم هنا عن موسيماني. هل يقدر يكرر نفس تجربه احتكار البطولات؟ موسيماني يقدر يعمل ده؟ موسيماني مدرب كويس جدا وكلنا عارفينه، بس مستر مانويل كابتن هاني كان عنده ادوات. اللعيبه اللي موجوده حاليا لعيبه كويسه جدا، بس استحاله تبقى نفس الجيل اللي كان مع مستر مانويل جوزيه. ده انا كنت لسه هقول لك، مين اللي كان بيفكرك بجيلكو؟ يعني مين بيفكرك بابوتريكا؟ مين اللي بيفكرك بوائل؟ يعني على مش بتكلم عن مهاراته، بتكلم عن طريقه لعبه. حتى كنت لسه هسالك السؤال ده. كل فتره بيحصل، لازم طبيعي بيحصل فيه تغيير في كل الانديه. صحيح، حتى برشلونه دلوقتي كل حته الاجيال بتتعاقب يعني. صحيح بالظبط. لكن فتره مستر مانويل جوزيه انا شايفها كانت افضل فتره في تاريخ النادي الاهلي، من افضل الفترات. انا يعني انا معاك، لان في فترات كتير واحنا وكنا صغيرين وفي ناس عظام مر طبعا على يا كابتن. يعني من افضل، اكيد من افضل فترات النادي الاهلي فتره مانويل جوزيه، بكميه اللعيبه وكميه الامكانيات اللي كانت موجوده على المستوى الفني تقصد يعني. طبعا من بالظبط، وده كان بيمثل تقريبا 90% من منتخب مصر. يعني تفتكر 2006 و2008 و2010 كان اكتر من 9 لعيبه في المنتخب واساسيين كمان. صحيح، يعني مش في التشكيل وخلاص. لكن احنا بنتكلم على المستقبل، يعني زي ما بتقول لك على المستقبل. احنا عندنا اولاد صغيرين، عندنا متوسط الاعمار بدا ينزل شويه، يعني متوسط الاعمار جيد جدا. انت بتتكلم متوسط اعمار ممكن يوصل ل 24 25 سنه، فبنتكلم على يعني على ان شاء الله بطولات خلال الخمس سنين اللي جايين، ان هم الارضيه موجوده، الامكانيات الفنيه موجوده، اذا كان على المستوى التدريبي او على مستوى اللاعبين نفسهم. يعني حضرتك كابتن لو خدت بالك على كل لعيبه الدوري، الميزه الوحيده حاليا ان اللعيبه كلها صغيره. ايوه، مفيش لعيبه كبيره، مفيش لعيب فوق ال 30 سنه الا نادرا. ده حقيقي، مظبوط، واحد او اتنين في كل فرقه. قبل من 2010 ونازل مثلا 2005 و6 ولحد 10 و11 كان في اعمار كبيره بتعدي 33 و34 سنه. فديت على كل الانديه، ودي حاجه كويسه طبعا، بس الاهم من ده كله يبقى في هدف للاعب. احنا بطلنا يا كابتن وحضرتك بطلت، احنا بنتمنى الفتره دي ترجع، ان احنا نرجع نلعب تاني. حاجات كتيره فاتتنا. مظبوط، حاجات كتير. موسيماني يعمل ده؟ طبعا يعمل ده مع الفريق الحالي لكره القدم السنه دي. هو جزء، والجزء الاهم اللاعب. صح، اللاعب ما بيحسش بقيمه نفسه غير بعد ما بيبطل كوره. يعني وانا لاعب ممكن حاجات كتيره بتهون فيها تفوتك، لكن بعد كده بقول يا ريتني كنت سمعت كلام مثلا مستر مانويل جوزيه في كذا، او يا ريتني كنت عملت كذا. يا ريتني، لان احنا برضو الفتره يعني كانت الفترة كانت صعبة جدا، ان انت تبقى متواجد في ال 18 في السكور. تعبت برضه يا احمد انك تخش الفرقة برضه طبعا. يعني اشرح لنا برضه الجزئية دي عشان الناس برضه تحس ان الموضوع مش سهل، يعني انك تلعب في النادي الاهلي انك تكون متواجد. يعني انا كابتن، انا عن نفسي انا بحسد اي لاعب بياخد فرصة في النادي الاهلي وما بيمسكش فيها، يعني بحسده وبلومه، لان انا كان نفسي اخد الفرصة دي. صحيح. انا كنت معايا يعني كان فلافيو متعب، اسامه حسني كان برضو لسه في بوتريكا، احمد بلال كان برضو جايبين هاني العجيزي لسه كان شاب صغير. بتتكلم اربع خمس كنا بنموت بعض في التمرين، في مركز واحد كلكم راس. كلنا كنا بنلف حوالين فلافيو على اللي يدخل معاه السكور، فالموضوع كان صعب. دلوقتي في ناس الفرصه جات لك وقدامك مره واثنين وعشره. بيتهاونوا ليه يا كابتن احمد؟ زي ما انت وصفته، مفيش يعني مفيش منافس. احنا كنا خمسه في روده. الخمسه كنا كل واحد تقيل. 2007 كابتن، احنا الخمسه كنا في منتخب مصر. يعني انا كنت لسه في غزل المحله، هاني العجيزي كان في بلديه المحله. مظبوط، كان متعب كان في اهل جده ورجع، كان اسامه حسني وبلال كانوا مكسرين الدنيا برضو. فاحنا كلنا كنا ما شاء الله لعيبه كويسه، وكنا لعيبه تقيله في الفرق اللي احنا كنا فيها. كنا بننافس على هدافين الدوري. طب انت كده بتاخدنا في نقطه تانية وحته تانية، ان انت شايف ان مركز الراس حربه في مصر ما فيهوش، مش هقول المواهب بس، ما فيهوش عدد المواهب اللي كان موجود قبل كده في السنين اللي المواهب فاتت. يا كابتن قال في مصر في كل المراكز. يعني خلينا في راس الحربه، مش في المهاجم، مش في المهاجم بس. في النادي الاهلي كم مهاجم حاليا؟ عندنا طبعا مروان، وعندنا بدر. طيب احنا كنا خمسه
والخمسة يلعبوا في أي حتة وفي أي وقت في أي نادي برضو، الباك رايت الباك ليفت في عندنا كلها في الأماكن دي. مظبوط. تحت الفرود عندنا ناس كتيرة قوي، لكن بعد كده في نقص في كتير جدا حتى في الموهبه يا كابتن. الدور بقى عند شد حيلك بقى شويه. انت قصدك ان الموهبه قلت يا كابتن دروب، الموهبه هي اللي قلت، ولا احنا ما عندناش يعني خبراء الا من رحم ربي هم اللي بيبصوا على المواهب دي؟ كابتن على فكره انا اشتغلت في المقاولين، اشتغلت سنتين ولعبت كل الانديه، يعني كنا بنلعب بطوله جمهوريه، فكل بنلعب دوري ممتاز. مواليد كام كنت مازن؟ 2003. 2003 يعني لا 17 18 سنه دلوقتي. في مواهب كتيره جدا، بس المشكله يا كابتن ما بيكملوش، ما حدش بيحتوي ال 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 الناشئين. في حتى في 2006 و5 و3 و4 و2008 و9 في لعيبه كويسه جدا، بس ما عندناش اللي بيهتم بيهم.